السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغنني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. انا طبعا انتوا عارفين المشكلة اللي عندي، ان كل الاناتي عندي بتبيض، الاناتي اللي جوه العشة والاناتي اللي بره. فانا طبعا انا قافله العشه ديت فيها 3 اناتي وذكر، وبره لو نشوف كده مع بعض في نتايتين وذكر. فانتوا قلتولي خلي كل نتاية، يعني انا ما كنتش عايزه ارقد كل البط، فانتوا قلتولي خلي ايه كل بطايه تبيض ترقد على البيض بتاعها، ده افضل. فانا همشي على رايكم وان شاء الله يكون خير باذن الله. بس انا بقى هعمل ايه؟ انا هفتح باب العشه دي اللي البط ده فيها، هفتحها خالص بحيث ان هم يخرجوا على السطح. يبقى كده المجموع 5 اناتي وذكرين، هسيبهم يروحوا ويجوا على السطح، وانا بقى ورزق فيهم، يعني ان شاء الله استودعتهم عند الذي لا تضيع ودائعه، ان شاء الله ما فيش حاجه تطير منهم. بس انا احتياطي عملت اللي عليا، وان انا قصيت الاجنحه بتاعتهم زي ما انتم شايفين كده، حتى الريش اهو في الارض لسه يعني ما شلتوش. فان شاء الله انا هقص الاجنحه كلها وهرص برنيكات تانية. انا حطيت القفص ده وحطيت البرنيكه دي والطبق اللي هناك، هزود كمان برنيكتين. ممكن اجيب البرنيكه اللي بره اللي انا حطها للبطايه اللي بره واخليها هنا برضو في العيشه بحيث ما تبيضش لوحدها بره. يبقى كل الاناتي تدخل العيشه براحتها، يبقى الباب مفتوح، اللي عايزه تبيض تبيض وهكذا. لان انا بصراحه المكان اللي بره ده انا مش عاجبني، وحاساه كده يعني في الطل كده. فان شاء الله انا هجيبها هنا وهحط اقفاص تانية زيادة عن كده بحيث كل الاناتي تدخل هنا، يعني عشان ما بقاش رغاية بقى واوجع دماغكم خلاص. يعني ان شاء الله انتوا فاهمين انا اقصد ايه، بس كده. وان شاء الله كلهم يخشوا يبيضوا وتبقى معاهم الدكرين مع بعض، وان شاء الله ربنا يهديهم على بعض، ما حدش فيهم يضرب التاني. هما ان شاء الله لما يبقوا مع بعض هيتعودوا على وجود بعض، يعني عشان هما طبعا بياكلوا بعض. بس السطح واسع بقى، لو حد فيهم ضرب التاني هيعرف يجري منه غير العشه، ان هو يبقوا محبوسين في قلب العشه. والله المستعان يا حبايبي، ادعوا لنا ان شاء الله الموضوع ده ان شاء الله ينجح. كده حبايبي انا حطيت ادي القفص اهو، هما عاجبهم القفص ده، يعني بيبيضوا 2 فيه، عاجبهم القفص ده. فخلاص انا سبت ده كده، وادي البرنيكه وادي الطبق، وادي حطيت القفص ده برده حطيت فيه بيض وحطيت فيه نشاره او تبن، وادي القفص. يعني كده بسم الله ما شاء الله 5 اقفاص محطوطين. اللي هتبيض منهم بقى وعايزه ترقد خلاص، انا هحاول ان انا احوط عليها كده بالراحه واسيبها بقى، وان شاء الله ربنا يكرمنا فيها. يعني في ناس والله يا جماعه بتقول لي انت اللي تعب نفسك كده وبتتعبي، وفي الاخر ممكن ده ما يرقدش وده ما يبيضش. ربنا امرنا بكده حبايبي، ربنا امرنا باننا نسعى ونتعب ونحاول، والرزق عليه هو، يعني ده الرزق مش بايدينا، بس احنا علينا المحاوله. انا نزلت الملايه دي كده علشان يعني الشمس لما بتلف بتدخل العش، فممكن برضو تتاثر على البيض. وقفلت هنا لان ده عندي هنا حديد اهو، فبيدخل برضو شمس. فانا ايه حطيت دي كده، كده يبقى الباب مفتوح والعش اهي. انا مش هحط فيها ولا اكل ولا ميه تاني، خلاص بقى الاكل والميه هيبقوا بره. وادي كل البط بره كده اهو، البط كله بره. في عندي اناتي وذكوره هنا برضو في العشه دي، بس انا مش هقدر بقى اخرج كله مع بعض، ولما الاناتي دي تبيض ممكن احاول ان انا اخرجها بره بحيث تبقى برضو تدخل الاوضه بتاعه اللي هيبيضوا فيها. وانا ورزق بقى يا جماعه، ادعوا لنا ان شاء الله ربنا يعني يطعمنا فيهم خير. دي حبيبي الحمام اهو، ما شاء الله لا قوه الا بالله. طبعا واضح العشه بعد ما اتنضفت امبارح زي ما قلت لكم، نضفتها تنظيف عميقه وما شاء الله يعني بقت زي الفل الحمد لله رب العالمين. ما لقيتش ولا حشره في العشه، اللهم لك الحمد يا رب. زي ما قلت لكم الرش اللي انا قلت لكم عليه امبارح ده حلو جدا 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 للحاجات اللي زي كده، فالحمد لله. فانا بس عايزه اقول لكم ان الصفيحه اللي تحت ديت اللي فيها بيضتين باينين دول، دي انا لقيت النتايه راقده على بيض يعني مش حلو، ما اعرفش بقى هو كان مخصب ولا مثلا كان بايظ، ما اعرفش. المهم ان البيض كان رايق وبايظ، فانا شلت البيض من تحتيها وحطيت لها بيض النتايه اللي هي في الدور الثاني ديت، حطيتهم لها. والنتايه اللي في الدور الثاني دي بقى حطيت لها بيضه فرخه،
فقلت ليه؟ علشان اجرب برضو، لان الديوك اللي عندي صغيره ولسه يعني ما اعرفش يعني اخبارها ايه في التكسير، فانا قلت اجرب. هحط البيضه بتاعت الفرخه دي هنا، وان شاء الله لو طلعت يبقى خير بقى، عشان ابقى مطمنه وانا بحط بيض الفراخ للبطايه، ما تبقاش راقده على بيض كده لوحده وانا مش مطمنه له. بس فده الاخبار بتاعتنا النهارده. بقى لي يومين ما بصورش عند الارانب، والله سابه الارنبه مع نفسها كده، ان شاء الله ربنا يكرمنا فيها وتولد على خير. ما كانش هرب ارجعها ان شاء الله عند ولادها وخلاص. وكده الحمد لله. الجوز اللي تحت ده اللي في اول صفيحه اللي لونه بني اللي باين ده ما شاء الله طلع زغاليل صغيره. فانا دلوقتي حاليا ما عنديش اي زغاليل، الحمام يا اما بايض يا اما الزغلوتين الصغيرين دول، والباقي ما شاء الله يعني كبر ومش هينفع ان هو يتذبح، بيطير ووزنه خف. فان شاء الله بقى ربنا يكرمنا كده على رمضان، نحاول ان احنا نحوش شويه عشان رمضان باذن الله. واسيبكم على خير، مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.